مع بعض شيء ما فيش مشكلة. صار كلهم Thank you.
واحنا مرقين لقيناهم ايش معلقين روسهم وشنقينهم واللي قاطعين رجله واللي ايده والكلاب اللي بتمرمش فيهم المحروقين كلهم اهالي اولاد صغار طفال فش ما شفتش واحد معاه سلاح كل الضرب في الاهالي كل الضرب فش مقاومين كله في الشوارع لما كل ما نشوف نلطم واحنا مرقين نلطم نشوف هنا وهنا نلطم جثث مرميه اتجوز تنتين انا ضرهن وضرهن بزعق على الدار الثاني اللي فيش فيها ولا واحد اللي هم المره ماخذه الاولاد والبنات وطالع ضليت انا والمره الثانيه لما ما لقيت الدنيا خربانه كلها اتخذت المره الثانيه وابويا وامي وابويا اختيار حملت ومشيت بامشي هيك لقينا جثث مرميه مقطعه اللي مقطوع نصين اللي مقطوع راسه عشان اولاد صغار كليتهم 14 و15 و13 صار الاولاد يلطموا يصوتوا يابا تخافش يا حبيبي امشي تخافش يابا احنا خايفين اليهود موتين الاولاد اليهود مش عارف ايش قلت له عندك متت يا ابن عمي اطلع خذ الاولاد واشرد عندهم ماتوا خذ اولادي واولادك واولاد اخوك ضلتنا قالت فيهم بعيد مسافة بعيدة وعودت رجعت للمصوبين قلت بركن أنجد واحد من اللي ماتوا خشيت على أولاد عمي كلهم محروقين نصهم ميتين فحم صاروا أشد في مين ولا أشد في مين والشباب يا خيبتي كلها بتعيط وبتصرخ شفت الشباب اللي بتصرخ زي النسوان وبتمزع في حالها مش قادرين يقوموا الميتين اللي على الأرض اللي مصوبين واللي محروقين اللي رجله رايحة اللي إيده رايحة وين الإسعاف وين المطافي الدار تولع هذا الدار مولع وهذا البرج مولع وهذا الدار مولع الشهداء من الزملاء وباس الفرس واستهداف الزملاء في المكاتب الصحفية وكذلك الزملاء الذين أنتينا يعني لحتى الآن فقدنا 3 من الزملاء أو 4 من الزملاء الصحفيين استشهد رحمة الله عليهم وأنا أعتقد إذا استمر الوضع يعني بهذا الشكل سوف نفقد مزيد من الزملاء الصحفيين ولكن يعني كل هذه الأعمال لن توقفنا وأنا أهنئ الشعب الإسرائيلي على جيشه الذين يتباهون به ويفخرون به هذا هو جيشكم الذي يستهدف الأطفال ويستهدف النساء ويستهدف الصحفيين ويستهدف العاملين في مجال حقوق الإنسان ويستهدف سائقي الإسعاف هذا هو جيشكم نهنئكم عليه ولدينا إصابة بالرأس أحد الزملاء والحمد لله إصابته خفيفة يعني هذا هو استهداف مباشر للصحفيين الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية بالأمس على قناة الجزيرة الدولية أشار بأنه تم استهداف برج الاتصالات حماس هذا الكلام عاري عن الصحة عاري جملة وتفصيلا البرج هو يعني برج حديدي كان سيتم تركيب عليه معدات الانترنت ونتيجة للحصار لم نتمكن من إدخال هذه معدات الانترنت وعلى فرض أنه هناك برج يستخدم للاتصالات كان الأجدر بهم أن يقصفوه بالليل مثلا أو في وقت ليس وقت الذروة تم القصف حوالي الساعة 7 مساء هو البرايم تايم وقت الذروة لوجودنا فوق هذا البرج كنا تحديدا حوالي 20 إلى 25 صحفي موجودين فوق البرج الصاروخ انفجر على بعد 4 أمتار تحديدا من مكان تواجدنا